السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا الفيديو ده عاوز قبل ما أبتدي في أي حاجة فيه أقول إني أنا بعتذر لمعلومة أنا قلتها مش صح، إن أنا قلت إن هو لما الفرض الدعم السريع السوداني لما كان بيقول للولاد بتوع الجيش المصري لما كان بيقول يلا يا ابن فوزية، إن ده نسبة إلى فيفي عبده، وان هي كان اسمها فوزيه، فطلع اساسا ان هي اساسا ما اسمهاش فوزيه، ودي حاجه غريبه جدا برضو. الحاجه التانيه ان هو كان بيتكلم غالبا على فوزيه اللي هي اخت الملك فاروق، والناس قالوا ان اللي قال الكلام ده الاستاذ محمد القدوسي وهو صحفي، فيعني اكيد بتبقى معلوماته موثقه يعني في الحادث اللي هو ان الاميره فوزيه لما راحت اتجوزت ابن الشاه اللي هو بعد كده بقى شاه، وبعدين اتطلقوا، فاخوها اللي هو الملك فاروق حب يصالحها فخلاها تمسك سلاح، مش عارف سلاح المراه المحاربه حاجه كده. يعني احنا يا جماعه من الاول الجيش المهزأ، صحيح ما وصلش للمرحله دي بس برضو يعني فمسكها ايه السلاح، فاصبحت هي قائده سلاح. طب والله كانت اجدع اكيد من بلحه، والله والله اجدع من بتاع جمبري منظور الراس. فكان في يعني سبب السخريه، الله انتوا القائده بتاعتكم فوزيه دي بتاع فيا ابن فوزيه. ده كلام الدكتور محمد عبد القدوس، انا طبعا لا اشك في المعلومه ان هو قال كده، بس هل الراجل قاصد؟ الله اعلم. يعني هل الراجل مثقف قوي كده واحنا مفضوحين للدرجه دي؟ طب ده كان ايام ما الجيش يفضحنا، امال دلوقتي الجيش هيسموه ايه؟ دي قبل ما اتكلم في الموضوع. الموضوع ان هو علم شويه، هيبقى علم شويه معلش. في حاجه اسمها القصور الذاتي، ايه القصور الذاتي ده؟ انا هقول لحضرتك. يعني كان في عالم زمان واعتقد ان هو نيوتن، بس والله ما انا فاكر من السن، يعني قال لك ان انت لو خبطت كوره، خبطتها خبطه صغيره قوي كده، فالكرة دي هتفضل تمشي 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 إلى ما لا نهاية، مفيش حاجة توقفها، تقول لي يخرب العبط ده، ما هي الكرة بتقف. يقول لك لسببين، السبب الأولاني الاحتكاك اللي هو الفريكشن، فريكشن يعني الاحتكاك بينها وبين السطح اللي هي ماشية عليه، وتاني حاجة اللي هو الهواء اللي جاي. فقال لك لو أنت جبت أنبوبة مفرغة طولها لا نهائي يعني مثلا 500 كيلو وخليت الاحتكاك اللي هي ملساء جدا الكوره والسطح بتاعها املس، الاحتكاك صفر، وخبطت كده هتفضل الكوره ماشيه ماشيه مفيش حاجه توقفها. بيقول لك بتمشي بايه؟ بالقصور الذاتي من اول خبطه. عظيم. يبقى ده اسمه القصور الذاتي. ساعات واحد مثلا يقول لك ايه ان انا جوازي ماشي بالقصور الذاتي، يعني ايه؟ يعني بالحب اللي هو اللي في الاول اللي كنا بنحبه مثلا، يقول لك كده، او الست تقول لك كده انا مش طايقاه بس عايشين مع بعض، عايشين مع بعض بالقصور الذاتي كده يعني. بكره ان شاء الله اشرح لكم القانون الثاني لنيوتن، بس خلينا النهارده كده. فاللي بيحصل النهارده حاجه غريبه جدا جدا، اللي فكرني بالقصور الذاتي ان الفضيحه اللي هي بتاعت الناس اللي اتخبطوا في الجيش وكده، فمفروض دلوقتي ان انت تهدي، تهدي ايه؟ تهدي التعريض، صح؟ تهدي بقى خالص ما تجيبش حاجه. فهم شغالين بالقصور الذاتي، يعني انا متاكد دلوقتي هم عاوزين يقفوهم مش عارفين، فتيجي تبص تلاقي ايه العيال اللي هم بتوع الكتيبه 101 يجي ايه جايب لقطات، فطبعا بتبقى كوميدي جدا جدا لما انت تقولها دلوقتي. يجي مثلا ايه عمرو يوسف منعكش وشه وده الاسود وجاي لك ايه مثلا، احنا لما السلاح في ايدينا ما حدش يقدر، فاي حد في الدنيا مهما كان انسان بريء اول حاجه تيجي في دماغه ايه، والتاني بيقول له نام على بطنك يا ابني وفوزيه اكيد يعني. فمفترض ان انت ما تجيبش السيره خالص خالص. مش عارفين يوقفوهم بقى، يعني عارف انت بتاعي ما عرفش يوقفها، مش عارفين يوقفوهم والله. يعني في روح شريره متمسكه من العيال عماله تعرس مش عارف تقف. طب يا ابني خلاص مش وقته. لا 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 معلش. فدي حاجه يعني انا مش لاقي لها تفسير، انا مش لاقي لها تفسير غير ان هم بيعرسوا بالقصور الذاتي. ممكن عارف مثلا يعني عشان انا هقربها للسيساويه شويه، وعشان احنا في رمضان هدي المثل، هضرب المثل بابوك
يعني انت حضرتك كسيساوي اضرب مثل بابوك، افترض مثلا ان انت حضرتك ابوك ده راجل انت شايفه يعني راجل محترم جدا، ومش عمال تحكي للعيال ان الراجل ده راجل البر والتقوى، وراجل مثلا ده بيخش الحته يعني بالبصه، والناس تروح له لو قال له واحد كلمه الناس كلها بتقف، فلا وانت عمال تقول للناس كده على طول ماشي. انا قلت مثلا والله كويس يتفق مع رمضان، مع رمضان، برغم ان انا في دماغي مثلا تاني خالص على ست والدتك اللي كانت بترقص قدام اللجان، لكن مش مشكله احنا برضو ايه نعمل باخلاقنا. فوانت عمال تحكي كده ايه في وسط ما انت عمال تحكي، ابوك كان معدي، فواد عيل مثلا عنده 12 سنه قصه ومقع الارض، وبعد كده جم قال له على مؤاخذه ايه اللي هو يعني اللي هو الاندروير، واخد بالك ازاي؟ فانت المفروض بقى هتنسي الناس بقى اللي حصل، وتنسي الناس ابوك، وما تفتحش السيره دي تاني خالص. فانت في وسط الكلام ده تجي لهم إيه؟ على فكره بقى ابويا لما بيخش الحته بيلاقي كل الناس، فالناس هتقول لك عليه ده مجنون ولا بيجرس ابوه. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. اه والله ما تعرفش هم بيجرسوهم يعني، هل هم اغبياء قوي كده ولا بيجرسوهم؟ تلاقي العيال بتتكلم على موضوع الكتيبه واحد والخيار باربعه والكلام ده كله زي ما كنتش في اي حاجه خالص حصلت. طب ازاي انت ازاي بتتجاهل حاجه زي كده؟ صح. فقعدت افكر طب ازاي افترع بالقصور الذاتي، وهم اكيد عاوزين يوقفوهم بس مش عارفين، العيال منطلقه واخد بالك، او في فلوس يخلصوها يعني مثلا ايه هم دافعين مثلا للجان سي مثلا اخر دفعه مثلا 20 30 مليون ل 20 30 مليون، ما هو اللجنه برضو بيبقى يعني بيعرس قصاد ضميره، انا خدت فلوس لازم اعرس بيها، انت هتنفعني يعني، لا لازم اخلصها لحد الاخر. بالنسبه برضو اقول حاجه تانية، عشان لقيت بعض ابناء النزوات الصيفيه من نتائج زنا الشباشب ابتدوا ياخدوا منهج تاني خالص خالص، مش ماشي خالص مع الذكر بتاعهم. قال لك ايه؟ قال لك انتوا عارفين الحرب دي، ابتدوا يتكلموا دلوقتي على ويلات الحرب وان الحرب ما تنفعش. يا عم ده انا ده انا ده انا اكتر واحد بقول كده، وبعدين هو حد طالب ان احنا نحارب السودان؟ بس مش معنى كده ان حتى السودانيين مش عاوزين يحاربوك، بس مش معنى كده ان انت تسيب جنودك. فقال لك ايه؟ قال لك ده الحرب دي دمار وخراب وكده، وكأن العيال دي مش هي اللي كانوا عاملين الاحتفالات الرهيبه جدا بتاعت الخط الاحمر، وقال لك السيسي حط له خط احمر، وبعد ما كان السيسي اثر قائد الاسطول السادس الامريكي، وبعد ما كان السيسي مرعب، وبعد ما كان السيسي هيغير خريطه العالم كله، وبعد ما كان جيشنا الجيش التاسع عالميا، اصبح ان يا بخت من قدر وعافي، واصبحت الحرب لها ويلات كتير بس احنا مش عارفينها. طيب كنا طب طالما الحرب انا معاك، طب ليه كنا بنشتري بقى الرفال والرفال والبنين والحاجات دي كلها، اذا كانت لما مش احنا لما بنتخطف، لا العساكر بتوعكم مش بتوعنا احنا بيتخطفوا، ولادنا والله يا جماعه عارف ان هم ولادنا بس مش عساكرنا، ولادنا احنا بس مش عساكرنا احنا، عساكركم انتوا، ولادنا عساكركم انتوا. اه والله. ما كناش جبنا بقى الحاجات دي واخد لي بالك ازاي، وكنا الفلوس دي زرعنا بيها ورد واشجار وكده، وابتدينا نبعت هدايا وجبنا هدايا للدول اللي حوالينا عشان ما حدش يخطف جنودكم ويقول له نام على بطنك يا ابن فوزيه خلاص يعني كده. لكن لو هتجيب بقى سلاح وهتقول ان انت التامن الجيش عالميا وكده يبقى لازم تحارب بيه، ولا انا بتكلم غلط؟ لو بتكلم غلط قولوا لي ماشي. طيب ونشوفكم إن شاء الله على خير.